اهلا بحضراتكم من جديد، ونبدا معاكم الفقره الحواريه الاولى مع واحد من نجوم نادي الاهلي، واحد من نجوم ملعب الاهلي اللي دايما اكيد بيمتعنا بارائه وتحليلاته في لقاءات النادي الاهلي واكيد لقاءات منتخب مصر، الكابتن شريف عبد المنعم. يا كابتن شريف منورني. عمر ازيك؟ ايه الغيبه دي يا كابتن؟ ولا غيبه ولا حاجه. انا ما بشوفكش عندي في الاهلي الليله. لا حضرتك بتكون منور بالليل. اول ما عرفت ان انت موجود على طول جيت. شريف ربنا يخليك كابتن. طبعا يعني اكيد كلنا تابعنا اداء منتخب مصر امبارح في اولى لقاءاته امام منتخب مالي، اللي كله كان بيتكلم على انه منتخب قوي وعنيف وصعب، لكن عرف الكابتن شوقي وعرف لاعبي منتخب مصر ودعوات المصريين والروح اللي كانت موجوده ان احنا نتخطى اولى عقبات البطوله الافريقيه في مشوار صعود منتخب مصر في طوكيو 2020. رايك المفصل الفني يا كابتن شريف؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. انا هقول لك على حاجه، احنا اتفرجنا على الاربع مباريات، ثلاث مباريات، انا شفت ثلاث مباريات. مصر ومالي؟ مصر ومالي، الكاميرون وغانا، والنهارده نيجيريا وكوت ديفوار. ونيجيريا. الحكايه عمر عارف الفرق كلها داخله بحاله تصاعديه حتى في الملعب. يعني حتى وانت بتتفرج عليهم تحس ان الاداء بيحصل له حاله صعود، يعني ما كناش بنشوف حراس المرمى في اول ربع ساعه في اول هاف تايم ما اعرفش، مصر الوحيده اللي جابت جول في اول هاف تايم. يعني بقيه الفرق كلها اي اهداف جت بتيجي في الهاف تايم الثاني، مع اختلاف الشكل اذا كان ضربات ثابته او فولو بيعمله فرقه غانا، انها فرقتك الوحيده الحمد لله اللي هي بتروح على الجول، يعني الفرقه الوحيده اللي بتعمل عرضيات مثمره، الفرقه الوحيده ان لو عندنا شويه تحركات شويه باهتمام وعدم الخوض في الخوف، يعني برضو احنا ايه مديين مالي ايه حجم غير عادي، مع ان انت عندك في البطوله دي فرقه اسمها زامبيا. زامبيا دي انا شايفها من اقوى الفرق اللي انت هتتفرج عليها. زامبيا بتلعب متعادله مع جنوب افريقيا 0-0 لحد دلوقتي الدقيقه 37. ما هي كل الفرق رايحه في حاله تصاعديه، يعني مش هتلاقي ان النهارده قوة غاشمة داخلة زي فرقة الكاميرون مثلا، حاولت وراحت، بس تبص تلاقي نوادر في الفرص اللي هي راحت لها. حتى الكرة اللي جابوها جول جابوها من ضربة ثابتة. صح. فأنت هتشوف شكل تاني في ماتش غانا. الماتشات الدور التاني على طول، أو الماتش غانا أنت. تمام. الكاميرون هتلاعب مالي، ده هتشوف ماتش غير عادي. خلاص الناس شافت بعض والناس عرفت بعض، وإمكانيات الفرق كلها هتفك بقى، هتدي لك الإمكانيات اللي عندها كلها. يعني برضو كان في حالة كل واحد عامل حساب الخصم وكل واحد عايز يشوف الدنيا ماشية ازاي. على فترات الفرقتين مالي تهجم عليك وتعمل ضغط شوية، وانت في الاول تهجم عليهم وتعمل ضغط شوية. شوق غريب بالاخص لازم يكون اتفرج طبعا على الفرق اللي هي غانا والكاميرون كويس قوي. لازم يشوف ان الفرق دي شكلا بتنقل كرة سهلة جدا من نص الملعب، لازم يبقى في ضغط ورقابة. اللي حصلت لنا في مالي انك انت الكرة لما بتسيب اللعيبه تستلم عليك بتبقى في خطوره، مع ان انت يعني النتيجه طلعت بانك انت عندك من احسن خط دفاع موجود في البطوله كلها. الحقيقه الاولاد عندهم ثبات انفعالي كويس قوي، عندهم سرعات ان هم يجاروا اي كرات، ما عندهمش خض. حتى محمد حارس المرمى صدوا كرة صعب قوي على اي حارس ان هو ياخدها على مرتين بهذا الشكل والريفلكس. حمص يبقى نفس الشكل ده. كنت بتصل على كابتن على كريستيان كوامي صح كده؟ كريستيان كوامي بتاع كوت ديفوار. كوت ديفوار لاعب جنوا بيلعب في جنوا الايطالي ومحترف كويس، برضه ما شفناهوش في اول هاف تايم غير كره واحده في اخر الهاف تايم. رقص واحد واثنين وعملها لزميله وراجل حطها في الشبكه من بره. فاللعيبه محترفه موجوده، كل موجود، بس الدنيا لسه تصاعديه. يعني بيقول لك ايه، انا النهارده بلعب 60-70%، الماتش اللي جاي ان شاء الله ما عنديش بقى يعني ما عنديش غير نتائج. مصر الحمد لله هي اللي فازت بثلاث نقاط لحد دلوقتي مع كوت ديفوار. دول عندهم شكل تاني، عندهم دلوقتي اتنين تعادل او عندهم مكسب كمان يدخلهم على السيمي فاينل. ف شوق غريب نجا، ايوه زي ما الناس بتقول كويس بالمباراه الاولى، ولكن انا ما شفتش فرقه مالي بكل السمعه يا عمر اللي احنا شايفينها دي. فاجئنا بمستوى هي اللي هتبقى الاول وهي اللي هتعمل البطوله وهي مش عارف ايه، فاهم قصدي ايه؟ ما شفناش حاجه زي كده، بل اللعيبه بتاعتك ما شاء الله يعني، وعندك اصابات. ناصر ماهر كمان يعني نقطه الوصل اللي حصلت في نص الملعب راحت منك. عمار حمدي يا كابتن ملوش عمار خد واحده سبرنت في اخر الماتش لو تشوفه ناحيه الونجرايت. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر.
ولا احسن لعيبه. وبعدين اللعيبه بتاعتك ايه؟ هي مش دول بيلعبوا في الدوري المصري؟ والدوري المصري ده مش اقوى من الفرق بتاعت مالي دي اللي هي، واقوى من كاميرون، واقوى من كوت ديفوار، واقوى من يعني لعيبتك محتكه مع لعيبه على مستوى. اللي كان عمار حمدي بيلعب قدام اليو ديانج، اليو ديانج اللي بيعمل مان تو مان مع مع رمضان صبحي، فاهم قصدي؟ بس كابتن كان في فوارق يعني بدنيه كلنا شفناها وتابعناها، حتى الفوارق البدنيه دي اثرت على اصابه نصر ماهر. لاعب بتاع مالي دخل قوي جدا، بنيان قوي جدا، لكن لاعبتنا هل حضرتك شايف ان هم هيبداوا يتعلموا ازاي يتعاملوا مع الكره الافريقيه خلال اللقاءات اللي جايه، وازاي يحموا نفسهم؟ علشان واضح ان لعبتنا مش كانتش عارفه تحمي نفسها كويس امبارح. برافو عليكم، اكتسبوا اللعيبه بتاعتنا اكتسبت الثقه في اللياقه. صح، يعني مش الثقه في الاداء، صح، في اللياقه. صح، امتى يعمل السبرنت، وامتى يعمل الزون ديفنس، وامتى يدافع، وامتى يهاجم. حتى رمضان صبحي انت تقول انا ما شفتوش في الملعب، انما كان حاله ثبات بتهز فرقه مالي كلها. لما بيستلم الكوره الناس بتخاف تخش عليه. هو اللي عمل الجون الاولاني لابو الفتوح، 1 2 1 2 عنده. صح، رؤيه. صح، والراجل عمل عرضيه كويس قوي، والتحرك الجميل جدا من مصطفى محمد. شفت بقى الشكل اللي بيبقى فيه عندك اكتر من لاعب من منتخب مصر موجود جوه 18، اللي هي المشكله بتاعت الفريق الكبير يعني، او مشكله اي حد بيلعب بفرود واحد. النهارده انت بيكون عندك اكتر من فرود موجود جوه 18، بتدي حريه لاي حد فيهم يجيب جول. صح يا كابتن. واحنا رحنا بصراحه، انا عجبني فرقة مصر قوي لما فكت بقى وجابت الجول، وكانت تقدر تروح تجيب اكتر من جول تاني. الناس مش عارف ليه ما شارتش للنقاط دي. يعني انت اكتر فرقة لحد دلوقتي من الفرق اللي انا اتفرجت عليها كلها اللي هي بتروح للجول وتقدر تعمل عرضيات كويس. عايز بس شوية تحركات. وعايز يا كابتن شوقي خلاص بقى شاف الفرق التانية وشاف شكل الاستلام، يعني ازاي يوظف عملية نص الملعب، ازاي كم عدد من اللعيبة اللي احنا ممكن نلعب 4-1-3-2 مثلا، يبقى في لعيب ثابت بينقل الكره للثلاثه اللي قدام الستاره اللي عاملينها، فما يديش فرص للناس اللي هي تستلم سهل. انت هم عندهم سرعات كويسه قوي، واللعيبه بتشوف بعض، بتشوف كويس قوي، بيباصوا لبعض، وعندهم تحركات من الاجنحه برضو زيك. بس انت اللي الناس ما كلمتش عنه كلها، انك انت على مستوى راقي جدا من الروح والاداء. وكنت اتمنى ان الاستاد كله يكون مليان، كان هيفرق معاك كمان تماما. لو ممكن يكون الاستاد كله، انا اعتقد انه هيكون موجود في الماتش الجاي. ممكن يكون الجمهور يا كابتن كان بيجس نبض المنتخب الاولمبي في اول مباراه ويشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. طب خلاص، يبقى احنا محتاجين الجمهور في المباراه الجايه. طبعا في كل حاجه. اصل السمعه اللي احنا كنا عارفينها على منتخب مالي، خافوا يمكن ان مالي، برافو عليك، خافوا ان مالي يعمل شكل مش لطيف يعني. وان مالي جاله كوره كمان في الاخر، كمان كان ممكن تبقى حاله تعادليه. بس انا عايز اقول للناس حاجه، هو انتم مش عايزين حد يهجم عليكم، ولا عايزين كره تروح من الخصم. صح، انتوا عايزين بس انتوا اللي جول، انتوا جول، انتوا جول. الكوره ما بقتش كده، الكوره بقت يعني مستويات، ومستويات كبيره جدا. وممكن هم عندهم حاله احترافيه اكتر مننا ورؤيه، والناس حتى السماسره بيبصوا عليهم هم اكتر، ان هم عندهم حاله انتظام في موضوع الناشئين. يعني لعيب عنده من عنده 17 سنه لغايه 19 سنه عمر بيبقى مؤهل خلاص انه يخرج بره البلد. صح، والعين عليه. ولما بيوصل 20 21 سنه وما لعبش في فرقته او لعب في فرقه، معظم الناس محترفين يا كابتن. منتخب مالي يعني محترفين في مازيمبي، في الترجي، محترفين في دوريات مختلفه في روسيا. انا قريت قبل المباراه امبارح بعض اللعيبه من مالي محترفه، فلقيتهم معظمهم محترفين. هتلاقي في ايطاليا، في سيريا دي وسيريا، او سيريا تري وسيريا فور يعني الرابعه. يعني في ناس انت مفرخه كل اللعيبه بتاعتها في البلاد دي، في ايطاليا وفي اسبانيا، وفي ناس بتدرس، وفي ناس معادن وعائلات رايحه هناك. صح، يعني نيمار ده هو وميسي كانت البدايات كده. صح، لما اتشاف وحس ان هو هيبقى حاجه خدوه بالعيله بتاعته كلها، ووفروا لاهله التوظيف، ووفروا الشروه كلها على بعض، الشروه كلها على بعض. وبعد كده بقى هم بقى هو اللي بيبيع وهو اللي بيشتري، خدت بالك؟ هو النور المضاء، خدت بالك؟ من الارجنتين لاي حته في العالم. صح، نيمار نفس الشيء، البرازيل، والبرازيل طبعا ولاده في كل عام. فاحنا برضو ما عندناش الحته بتاعت النهارده انت زانق المنتخب بتاعك في السن ده، وانت محمله مهمه صعبه وسهله في نفس الوقت. يعني الحمد لله ان هي البطوله دي على ارضك، الحمد لله انك انت عندك لعيبه عندها احتكاكات قويه جدا كانت في مصر هنا ضد فرق كبيره قوي. يعني بيراميدز، انت ما تلعب ضد بيراميدز مثلا، ما هو فيها لعيبه قد لعيبه مالي 10 مرات. فانت عندك احتكاك جامده، بتلعب ضد الزمالك، بتلعب ضد الاهلي، واللعيبه كلها
نعتبر طبعا صغار صغار السن جدا يعني. وعندهم انحرافيه. عندك رمضان صبحي جاي من انجلترا معايشه كتير. رايك في شخصيه رمضان كابتن الفريق وقائد منتخب مصر في اول تجربه رسميه ليه مع المنتخبات الوطنيه يكون كابتن في بطوله كبيره زي امم افريقيا تحت 23 سنه؟ شخصيته رفع من الروح المعنويه للعيبه وان هو هدف الاحتفال ليه مع مصطفى محمد. وشفنا كابتن الحماس والقوه المفرطه في الاحتفال والهدف انه يشد ازر اللعيبه. رايك فيه ايه يا كابتن؟ رايي ان هو يعني كابتن فرقه عامل حاله حب بينه وبين اللعيبه وخلى اللعيبه كلها بتحب بعض. مش متنجم عليهم يعني. صح. زي ما بيقولوا يعني. صح. مش انا النجم الاوحد ما بياخدش كوره ويعمل سبرنتات لوحده ويعمل. لا، في حاله تعاون بيدافع معاهم بيحسسهم بالمسؤوليه ان هو حامل مسؤوليه كبيره على دراعه. يعني فايلر غيره يا كابتن؟ فايلر كان سبب في تغيير فايلر غير السيستم كله بتاع اللعيبه كلها الحقيقه. طلع كل اقوى حاجه عند اللعيبه، بس هو خلى حتى في غيره من الفرق الثانيه. يعني الناس كلها بتبص على فايلر. صح يعني. كابتن خد بالك يعني هو اهدى مستويات كبيره قوي للمنتخبات يعني. هو حالته اللي عملها دي تحس ان هو الراجل زي ما كان بيقول ايام كابتن حسن الشحاته. فاكر المنتخب بتاع 2006 2008؟ لك طول ما النادي الاهلي بيبقى كويس المنتخبات بتبقى كويسه. لما الاهلي بيفوز بدوري ابطال افريقيا منتخب كبير، المنتخب كمان بيفوز بالبطوله. فحاجه تفرح انك انت تتوفق يعني. ولما جه قبل ما يجي فايلر قال لك لا ده مستوى مش عارف ايه وبتاع. الراجل في ظرف مباراه، مش هقول لك في ظرف خمس مباريات او ست مباريات، في ظرف مباراه غير كتير جدا. المباراه اللي بعدها غير فكر السوشيال ميديا كله وغير فكر الصحافه وفكر الدنيا كلها. المباراه اللي بعدها ابتدت الناس تبص بقى بشكل لا ده في حكايه هو والجهاز الفني بتاعه. وطبعا احنا الجهاز الاداري بتاعنا هايل على مستوى طبعا محترم جدا يعني. فلما ده وصل بقى للسته وبتاع قال لك ده رايح منتخب سويسرا. ف يعني رايح يمسك سويسرا ورايح مره واحده اتفاجئنا. اتفاجئنا كلنا في كلام على طول يعني. فانت بتقول لي فايلر خلاص يعني كل المطلوب منه الحقيقه التحدي الاكبر. اذا كان احنا بنتحدى دلوقتي بالاستاد اللي انت كنت بتتكلم عنه في القرارات الجديده او مش عارف رايك فيها يا كابتن. اما هقول لك رايي في الاستاد بس انا التحدي الكبير كمان ان قبل ما ناخد الاستاد في تحدي كبير قوي للبطوله الافريقيه. يعني الدنيا كلها واقفه عشان البطوله الافريقيه والاحساس بالبطوله الافريقيه. وقد ايه الراجل ده موفر لهم الطمانينه يعني. بتكلم على دوري ابطال افريقيا طبعا. انا بحب ادي الراجل حقه يعني، هو والجهاز اللي معاه. ولما تتفرج يا عمر وانت بتتفرج على التمرين بتاعه. خلاص مش هنتفرج بعد كده. أفل. هنروح هناك قفلها لنا هنسرق ونطلع فوق العمدان فلما بتروح تشوف هذا السيستم وهذا الميكانيزم اللي هو الراجل عامله تحس انك تغير ان انت ما بتلعبش كوره دلوقتي. صح. تغير ان او تزعل ان الراجل ده ما كانش عندنا من صح. سنتين ولا حاجه. صح. فهمتني يعني تحس بشكل الحمد لله الله اكبر احنا ماشيين في مسار طبيعي بتاعنا اللي هو يليق باسم النادي الاهلي يعني. فاحنا بنشكر الناس كلها الحقيقه اللي وفرت فايلر للكره المصريه مش للنادي الاهلي بس. حقيقه كان اختيار متناسب جدا وموفق لحد الاول. عايزين نفضل بقى برده مواكبين وما نلتفتش لاي حد يعني بيتكلم في اي حاجه يعني. هتلاقيهم برضو انت مستنيين لك ان اي حاجه تحصل يقول لك الله ما هو مش عارف ايه. احنا مالناش دعوه، احنا ماشيين زي ما احنا ماشيين كده الحمد لله يعني. وانجازات غير طبيعيه يعني. انت لما بتاخد دوري زي الدوري 41 ده. صح. بهذا الشكل وبعدين يواكبوا مباراه كبيره جدا بتكسب المنافس وبعدين ترجع تاخد السوبر. فاهمني يعني. وبعدين تمشي بنفس الشكل وبعدين يعمل حاله بقى جديده في الكره المصريه تدوير. هو عارف انه عنده 25 لعيب مثلا او 23 لعيب هم اللي بياخد بيهم الحكايه غير الاصابات اللي عنده الخفيفه يعني. ازاي بيشغل الدنيا دي كلها؟ فمن حقه بقى ان احنا نخش على النقطه الثانيه. انت سالتني نجيب له استاد واقوى استاد في العالم، ان الراجل ده نحافظ عليه انه يبقى موجود في وسطينا في وسط جميع الامكانيات اللي تقدر النادي الاهلي يوفرها لاولاده ويوفرها للصائد البطولات زي ما بيقولوا. واحنا حائط البطولات، حائط البطولات الذهبي اللي كل ما تخش تلاقي اجيال ورا اجيال وموروثات زي ما بيقولوا كوادر بتسلم بتسلم بتسلم. فمجلس اللي موجود يعني بيحاول توفير كل شيء للي جاي يعني. ما هو يعني ما حدش بيبقى قاعد على في الحكايه ده
كابتن محمود استلم من كابتن حسن، استلم من مهندس محمود طاهر، استلم كل الناس بتدي ده، والنادي الاهلي هو الاساس، هو صح، هو النسر اللي ما شاء الله الحمد لله يعني لو تتفرج عليه. طب استاذ الاستاذ كابتن شريف، احنا اتكلمنا عن مجلس الاداره، بس حضرتك عارف دايما مجلس الاداره بيكون داعم للشباب، بيكون داعم للافكار المحترمه الجيده اللي بتفيد النادي الاهلي. الدكتور محمد سراج احد اعضاء مجلس الاداره اللي بدا مشروع وحلم استاد النادي الاهلي بعرض ميزانيه وعرض افكار وعرض ازاي احنا ممكن نعمل حاجه عالميه تنافس الانديه الاوروبيه زي برشلونه زي ريال مدريد، يكون عندك حاجه كيان منفصل لا تشارك فيه احد. وبالتالي دكتور محمد سراج مسافر علشان يشارك في مؤتمر ويمبلي اللي هيكون في اخر نوفمبر. راي حضرتك في الخطوه دي، وخطوه احنا عارفين ان هي شغاله بس ما تمش الاعلان عنها غير في الوقت المناسب، ومش هنعرف تفاصيل عنها اكتر غير لما الدكتور محمد سراج يرجع ويتم المناقشه والعرض على مجلس الاداره وبعد كده نعرف كل الخطوات. هل حضرتك شايف ان فعلا خلاص بدا حلم ملعب النادي الاهلي يتحقق او هيتحقق ان شاء الله من قبل مجلس اداره كان عنده خطه في برنامجه الانتخابي وفعلا بدا ينفذها؟ كل حاجه جديده وكل حلم زي ما انت بتتكلم ليه بدايه. فاحنا شغالين على صناعه حلم جميل، خدت بالك، ومستقبل العيله الواحده بكافه الثلاث اوراق اللي احنا بنتكلم عنهم، المبادئ والاحترام والعيله الواحده والبطولات الحقيقه. فكل مرحله وكل رحله ليها بدايه، فاحنا في البدايات الحمد لله، بدايات باولادنا ما شاء الله، الشباب اللي هم مسؤولين دلوقتي قدام افكارهم قدام احلامهم بالجمعيه العموميه بكل الدنيا. فاذا كان مهندس محمد سراج، اذا كان محمد الجرحي، اذا كان طارق قنديل، كل دول طبعا كلهم ناس محترمه اسماء كبيره جدا جوه بفكر كبير جدا، ويقودوا سفن، يعني مش يقودوا بس دكتور سراج عشان بس اللي استنى. انا بقول يعني بقول لك مش محمد سراج بس اللي موجود، ده كل الناس طبعا بافكارهم، خدت بالك الحقيقه طبعاً. كل واحد في مجاله وفي موقعه بيمثل جميع الافكار اللي هي تخدم النادي الاهلي. يعني انا مش التخصص يا كابتن شريف حلو، التخصص التخصص والرؤيه صح، والامكانيات صح، والخبره صح، انا برضو عندي خبره في منطقه معينه، وده اللي كابتن خطيب عمل، كابتن خطيب راح مديله على طول الدنيا، والمجلس كله الحقيقه بيدعمه طبعا طبعا يعني التدعيمات دي كلها اكبر، التدعيمات دي كلها هتواكب كل عضو مجلس اداره عنده مهمه ثانيه، عنده شكل ثاني لا يقل عن لا طبعاً. هذا الشكل لا طبعا يعني احنا كلنا بنتمنى ان الحلم زي ما انت بتتكلم انه يتحقق، لانه هتبقى برضه بدايه لباقي جميع الامكانيات اللي موجوده جوه البلد، يعني جوه مصر دايما النادي الاهلي سباق، ودايما النادي الاهلي من حيث ينتهي الجميع بيبقى فخور بيه وبيقف جنبه، ما فيش حد هيقدر يمنع مسيره الاهلي اللي احنا من تربينا عليها من 1907 يعني. طيب لو رجعت تاني لحضرتك للمنتخب الاولمبي، قلت لك هل كابتن شريف عبد المنعم بعد اول مباراه قدر يحط عينه على اسماء محدده هي دي اللي هتكون مستقبل الكره المصريه او ممكن تكون هي اللي هتصعد بمنتخب مصر الى الدور التالي وايضا اولمبياد طوكيو، ولا لسه برضه في ناس حضرتك محتاج تبص عليها اكتر؟ والله هقول لك على حاجه، الروح اللي اتلعب بيها والشكل اللعيبه كلها انا ما قدرتش اكون، يعني هنقولها بفتوح بالعرضيه الجميله، مصطفى محمد بالهدف صبحي بروحه، صلاح محسن بالتحركات اللي واخده العين كلها والناس يمكن مركزين على ده ومش واخدين بالهم من بقيه اللعيبه، ناصر مالك كان عايز يحط الشويه بتاع القوه اللي هم بيلعبوا بيها سامحه لهم ان هم اللعيبه بتاعتنا احنا برضو هنا لعيبه ارتست شويه، فنانين شويه، تالنتد صح، يعني بيحاولوا يعملوا اللمسه الجماليه اللي هي القاتله في الملعب. الفرق الثانيه اللي هي بتبقى الافريقيه الموجوده دلوقتي عندهم لغه السرعه مع القوه، يعني ممكن هو بيشترك معاك في كوره ياذيك وانت ما تاخدش بالك ان هو، وده اللي حصل في كوره ناصر ماهر، ناصر ماهر وقع غلط يعني بس ما كانش حامي نفسه كويس يا كابتن شريف، حضرتك راجل بسم الله ما شاء الله وحش في منطقه الجزاء، ما حدش مستك بيعرف ياخد منك الكوره يا كابتن شريف، حد يقدر يا كابتن يعمل فيك كده يا كابتن شريف؟ مش فيا انا، ما هو مش يعني بس انا بتكلم حضرتك كوع حضرتك الشمال طالع في الهواء، عمار عمل ايه؟ خده الراجل ومشي بيه من ناحيه اليمين وانا مش مصدق يعني ما هذا الاصرار وما هذا السرعه وما هذا ليه؟ خلاص حصل له شالنج صح، لما ناصر وقع وابتدوا اللعيبه بتاعتنا تتخبط صح، عملوا اوفر على اللياقه بتاعتهم، لان الضغط العصبي على اللاعب ده اوحش حاجه يا عمر، انت بيبقى عندك لعيب
وتقول له المباراه النهارده ويسمع في السوشيال ميديا ان مالي دي هي اللي هتخرج البطوله، مالي دي هي اللي مش، وتنزل انت ليدي طاقه سلبيه غير عاديه على المنتخبات وعلى المدربين وعلى اللاعبين. وحتى لو ما لقوش كسبت مالي يقول لك هو حسام البدري ليه جاب الفرقه دي الوحشه دي عشان لعيب ينط لك من حته لحته مش عارف تمسك عليه حاجه ولا قادر يقول لك مثلا ايه انتوا ليه لعيبكم في برج العرب دي ارض وحشه قوي ده كره ما بتتحركش فيها ده احنا مش عارفين نشوف لعيبتنا كويس لعيبه مش عارفه تستفيد مفيش روشتات نجاح لاي حد زي ما انت بتقول الناس بتطلع تهاجم بشكل ملوش لازمه ده لا اهلي بقى ولا زمالك ده مصر كلها بتبقى موجوده في نفس الوقت لازم التدعيم عشان النجاح طيب سؤالك يا كابتن شريف عشان ده يعني سؤال يشغل الراي العام بامانه وبكل صراحه منتخب مصر لو كان خسر وكان ادى اداء رائع كان الجمهور هيطلع يقول ايه ولو كان منتخب مصر او منتخب مصر لو كسب البطوله باداء عادي جدا لكن كسب هل الناس هتطلع تقول ايه ده حاجه مهمه جدا عايز اعرفها حضرتك نجم كرة قدم وراجل موجود في الشارع وبتحتك مع الجماهير وبالتالي كمان رؤية حضرتك الفنية في هذا السؤال الصعب جدا إجابته يعني أنا مش عارف الناس عايزة أداء ولا عايزة نتيجة ولا عايزة الاثنين ولا الاثنين صعبين في ظل أن في بطولة فيها ثلاث فرق وبعد كده نوك أوت سيمي فاينل فاينل وبعد كده خلاص هو أنت كنت وصلت أفريقيا السنة اللي قبل اللي فاتت دي بأداء كويس أو بأداء جيد لا ما كان صح. وصلت فاينل مع الكاميرون كنت تقدر تكسب المباراه صح وصلت كاس عالم باداء هايل وبالعكس انت كل التصفيات اللي انت جيت هنا لعبت غانا هنا مسكت الكره ثلاث اربع مرات جبت منهم جونين ادي الحاله الناس دايما بتبحث عن النجاح وفي لفظ يقول لك ايه اي دونت لايك لوزرز يعني ما بيقولش بقى اي دونت لايك جود بلاير ولا جود بلاينج ولا جود كوتش ولا هو اللوزرز بالنسبه له بتمحي كل حاجه النجاح بقى تلاقي 700 واحد في الصوره شوق غريب حسام بدري هتلاقي الدنيا كلها دول هايلين هو وصلنا الناس اللي بتطلع تنقد وكمان ده من الشيوخ النقاد يعني بينقدوا في حتت اللي هم بيبقوا عايزينك انت تبقى كويس يعني عايزين الحته دي تكمل بقى يعني عايزين يعني نقد بناء يعني جولك في مشارك شرط الكابتن مش عارفين يعملوا عليك شوشره في حاجه يعني يا كابتن ده نقد بناء ولا نقد هدام انا بس عايز اعرف لا انت شغالين عليك دلوقتي هدام لغايه لما تبقى انت بناء نفسك لغايه لما تكسب يعني ما بيسيبوش حد يتكلم في الروشتات الناجحه فيقول لك وبعدين يجي يقول لك ايه ما هو المدير الفني هو المسؤول دلوقتي وخدنا قد ايه عبال ما حطينا مدير فني وعملوا شكل غير طبيعي حتى بيجيبوك وانت مدير فني مهزوز يعني كان المفروض فلان ده يجي طب فلان اللي تحتيك ده قاعد مستنيك بقى انت هتسقط ولا هتنجح ولا هتعمل اي حاجه كلام بلدي على القهاوي فاهمني انما الناس بقت عارفه كل حاجه والاخطر بقى في الموضوع انا بقولها لك بحقيقه يعني الناس بقت عارفه كل حاجه الناس كلها بقت عارفه انت بتاخد كام وفلان ده ايه وفلان التاني ده علاقته بفلان ايه هو ده اللي خلى الساحه مشاع صح بقاش فيه خصوصيات حتى في التنفيذ في التفكير خدت بالك في العمل يعني انا النهارده حتى لما بجيب حد يمسك منصب معين فابتدوا عايزين يعرفوا هويته ده زملكاوي ولا اهلاوي ده مش عارف طب وش معنى ده طب ده كابتن مهم طب ليه مش ده هل ده بصراحه مهم ان الهويه ولا انا هجيب واحد ملوش هويه هل ده موجود في المجتمع المصري ان كابتن شريف معروف ان هو اهلاوي بس هل هو اهلاوي فانا ما ينفعش اجيبه في منصب محدد طب فلان زملكاوي طب هل ده ما ينفعش طب ما البلد كلها كابتن زملكاوي اهلاوي شفت بقى بيروحوا لغايه فين ويفكروا في ايه طب هنعمل ما بيفكروش إيه؟ ما بيفكروش يعني ازاي احنا ننهض ازاي احنا نساعد نفسنا ونتجاهل اشياء كتير صح. يعني فاهم قصدي يعني كل الناس دلوقتي بقى بتفكر في الحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي ما احنا عمرنا ما هنطلع لقدام انما سهل جدا ان لو في اي تجاوز او اي حاجه زي ما انت اتكلمت كده على مباراه السله بتاعت الكاس كويس لازم كل ده قدام الناس كلها هتعمل ايه؟ طب رايك في يعني رايك في انت فاهم قصدي يعني ده راجل بيحرج نفسه يعني اي حد هيعمل اي حاجه غير كده خلاص بقى انت يبقى احنا هنا بنقف بقى وبناخد قراراتنا وبناخد مواقفنا وبناخد كل حاجه لازم تبقى ايه بعين العقل هو كابتن شريف دلوقتي حد مع كامل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك علشان ما حدش يقول ان احنا يعني بنتكلم على حد مش بتكلمش على شخص لا انا بتكلم على تصرفات انا لا كابتن مش قرارات انا عايز اسالك سؤال انا بتكلم على قرارات ما انا اسالك طبعا نادي الزمالك في المباراه الاخيره لم يوفق امام النادي الاهلي وخسر من في بطوله كاس مصر للسله لكن اتفاجئنا بعد كده كابتن شريف ان لاعبي نادي الزمالك هم من اثاروا المشكله او بدايه المشكله
فلما اجي اعاقب اعاقب مين وعاقب ازاي وشكل العقوبه؟ لكن يا كابتن انت اخذت عاطل بباطل، اخذت عقوبات على الاثنين، نقل المباراه بره، صاله النادي الاهلي، فلوس على ده وفلوس على ده، طب مين المتسبب في الازمه؟ صح ولا غلط يا كابتن شريف؟ مظبوط طبعا، ما انا عشان كده بقول لك الكلام ده. لما تيجي بتشوف الحاجات دي مش مساله انتماءات، يعني المساله الايه اللي هو الفير. صح، يعني كابتن محمود طلع في يوم ما كنا بناخد الدوري، حفل استلام الدوري، قال ما احنا في منافسه شريفه يعني جدا، احنا في كل احنا ما عندناش اي حاجه بنا اتشطر واكسب، يعني فاهم قصدي انا ايه؟ هنسقف لك كلنا، وانت لما بتكسب ما احنا بنقول مبروك، يعني ما عندناش تقدر واحد كسب يا عمر تقول له اي حاجه غير مبروك؟ لا طبعا. تقول له اصل انت كسبت بكذا؟ لا مفيش. طبعا هو ده انت كنت بتكلمني عنه، نكسب ولا نلعب كويس ولم نوفق؟ لا نكسب نكسب، وفي يعني ابواب كتيره قوي شرعيه انك انت تكسب من خلالها، يعني من غير ما انت يبقى عندك تجاوز او اي شيء. احنا يوم هنوصل للاشياء البسيطه دي ونحب بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض، ما فيش حد يقدر يوقفك او ما فيش حد يقدر يمنعك من ان انت ترسم خريطه. خدت بالك انك انت تروح بقى تبقى بتتكلم في كاس عالم بتنافس، مش رايح عشان تخش كاس عالم بس، يعني خلاص انت بقى اسمك كبير قوي في القارات كلها، واسمك من اكبر الاسماء اللي موجوده في قاره، والناس كلها بتعملك حساب دلوقتي. النادي الاهلي الحمد لله ما شاء الله، الحمد لله الله اكبر، بيتنافس دلوقتي مع الانديه الكبيره كلها انها عايز تلعب معاه. حتى احنا يعني الجماهير كلها دلوقتي والدنيا كلها بقت عارفه ومتاكده ان لا يصح الا الصحيح في مسار النادي الاهلي. طيب هل حضرتك شايف يعني عشان خاطر يعني قبل ما نروح لمباراه غانا اللي جايه، عايز اعرف راي حضرتك، هل المنتخب ان شاء الله قادر على الفوز في المباراه القادمه وحسم صعوده الى الدور قبل النهائي ومن ثم الصعود الى اولمبياد طوكيو، ولا حضرتك عندك بعض المخاوف اللي لو تخلينا عن بعض الاشياء اللي حضرتك ممكن تقولها لي هنبقى يعني الامر بالنسبه لنا ان شاء الله ما فيش فيه مشكله؟ لا مفيش فيه مشكله خالص باذن الله، ان احنا هنكون باذن الله من ضمن الثلاث فرق، بس احنا نعمل حسابهم ان في ثلاث اربع فرق في ان شاء الله هنخش نصفي معاهم على الثالث. ثلاث فرق واحنا ان شاء الله هنكسب. وفي كلمه ثانيه انا عايز اقول لك، انا ما عنديش شك ان احنا هنكسب باذن الله، ده الاول ردا على سؤالك. ثاني حاجه لازم انت تبقى حاطط قدامك انك تطلع الاول في البطوله، تفوز بالبطوله باللقب، تفوز بالبطوله، لانك لو ما بصيتش لهذا الهدف مش توصل اصلا، مش هتطلع الثالث حتى مع الاحترام والتقدير، لان لو خسرت السيمي ان شاء الله توصل، تخسر السيمي فاينل هتهتز في الثالث والرابع. صح، انك انت يبقى بتحارب اللي عايز بقى يطلع معاك يلحقك، الضغط عليك اكبر، تلعب في ملعبك وسط جمهور وعايز تتصل. وعمر انت عارف احنا بنلعب كره بنضيع اجوان، يعني عايز تثق في نفسك ان انت وصلت. الفرق بقيتها كلها اللي احنا بنتفرج عليها عندهم كوره وعندهم اداء وعندهم كل حاجه، بس لسه مختفي تماما الشكل الهجومي الزاعن او الشكل الهجومي اللي يخوفك. عندهم انت ما شاء الله الاطراف عندك بتدافع وبتهاجم 10 على 10، الاثنين الديفندرات اللي هم موجودين في السنتر باك هايلين، محمد عبد السلام اعتقد اسمه عبد السلام، عامل كرة عنده، مش الكرة عنده، مفيش شكل، مش عامل شكل، هو مستميت انه يخلص المنطقة دي من اي شيء ده. ففي روح كبيرة قوي احنا بنبص على اللعيبة انه بعد ما ياخد الثقة كمان في شكل تاني بثلاث نقاط بهدوء اعصاب بنقل كورتين ثلاثة. كل الفرق دلوقتي انا شايف نيجيريا النهارده بتلعب لونج باس لونج باس، ما بقاش كل واحد مستعجل، كل واحد عايز يهز المنطقه الخلفيه وما بنشوفش فراوده خالص في الموضوع. فانت بس كل التنظيم ان اكسجين ياخدوا كده المدير الفني ومحمد شوقي وشيتوس ويقعدوا مع بعض يتكلموا يقروا الحكايه صح كويس قوي يوصلوها للعيبه. انت عندك حاله دلوقتي كمان اصابات وشدت عضلات وشدت دنيا، البديل لازم يبقى بديل يعني حاسس وهو قاعد المستوى الاول بتاعهم كلهم. صح، مش في بديل وما فيش بديل، لا انا البديل بس انا مستوى اول برضو، انا بس الماتش ده انا بتاع 40 دقيقه منه، انا بتاع 70 دقيقه، انا بتاع 60 دقيقه. شفنا عمار حمدي امبارح نزل بعد ربع ساعه، يعني اصابه ظروف وصلته. انا بتكلم من حضرتك لازم اللعيبه اللي تكون قاعده على دكه البدلاء مستعده، علشان زي ما حضرتك عارف ان كل واحد معرض ان هو ينزل على طول، والبديل الكفء او البديل اللي حضرتك عارف لعيب الكوره دايما اي مدير فني بيقول له انت تكون مستعد، انت ممكن تيجي لك الفرصه ما تكونش مستعد تطلع بره خالص، لكن البديل اللي بيكون مستعد يا كابتن شريف زي امبارح عمار حمدي قلب موازين المباراه تماما، نزل زي ما حضرتك قلت مسك اللعيبه كلها بتاعت نهلي، قال يعني لك انا ما اقعدش على الدكه، مش عيب انك انا انزل الملعب وارقص اي حد واعمل لاي حد. وشفنا مفاجات كتيره قوي
من فرق كبيره وزي شمال افريقيا في الجزائر لما جينا لعبنا كم من لاعب من الجزائر اللي خدوا البطوله فاجئنا يعني في ادم الناس ده كويس فاكره كان طبعا. حاجه سوء عمار فتحي عمار حمدي امبارح فكرني بادم الناس ده فكرني انه بقى لسه صغير ولسه هيعظم ولسه هيشوف ولسه هيخش في مباريات وان شاء الله يتوج في البطوله دي يروح في حته تانية خالص يروح فكره في حاجه تانية يعني وبرده هو متاسس فين في النادي الاهلي كمان هو مواليد 99 هو اصغر من هذا المنتخب بسنتين كمان يعني المنتخب دي كلها 97 هو 99 بص انا وانت والفرق واللعيبه وشوقي والدنيا كلها بنبحث ها على بقى مانشستر يونايتد وعلى ريال مدريد وريال مدريد ده بيلعبوا لعيب عنده 16 سنه ونص وبرشلونه ده الفكر بتاعهم خلاص بقى بيبصوا لجنريشن تاني خالص بيبصوا على لعيبه مش مساله ماديا بس شايفين ان في مواهب طالعه من كاس عالم ناشئين اللي هو تحت 17 سنه ناس بتشوف من اي حته الناس بتلعب الناس عندها رؤيه عندها فكر كبير قوي يواكب ويوازي الاسماء الكبيره في الانديه دي فالدنيا كلها متاحه للعيبه بتاعتنا والمصر خصوصا يعني لو في شكل احترافي شويه هتحس ان مش السمسره السمسره يعني هم اللي هيحددوا لك لا هتلاقي نفسك غصبا عن اي حد لما بتاخد بطوله اسماء اللعيبه بتاعتك كلها بتبقى اون ماركتنج يعني بتبقى الناس كلها بتدور على تسويقها فاذا البلد كلها كمان بتبقى العين عليها وعلاقتك كويسه جدا بالفيفا طبعا علاقتك كويسه جدا بالاتحاد الافريقي كله كل شيء ممهد ليك وانت دايما ليك الرياده في كل شيء خاصه في افريقيا يعني. طبعا يا كابتن احنا كلنا يعني تابعنا طبعا اصابه محمد محمود يعني ربنا يرجعه بالسلامه هل حضرتك شايف ان المنتخب خسر لاعب حجم محمد محمود طبعا قدر الله ما شاء فعل حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى لكن طبعا محمد قادر ان هو يعود اقوى من الاول شفنا العزيمه والاصرار اللي موجودين عنده وهو اكيد دلوقتي بيؤازر زمايله ونفسه ان هم طبعا يتواجدوا باللقب علشان ان شاء الله الحلم الاكبر ان هو يكون موجود معاهم في اولمبياد طوكيو اللي جاي 2020 فهل حضرتك شايف ان هو المنتخب خسر محمد محمود وهل هو ان شاء الله قادر بالقدره الكبيره اللي عنده بالعزيمه ان هو يكون موجود معاهم في الاولمبياد؟ طبعا لعيب ما شاء الله انا بقى يعني بتمنى له السلامه باسرع وقت يعني وهبقول له حاجه بس بعد طبعا ان هو خسر المنتخب طبعا ده لعيب محرك في الملعب ما بتعرفش هو جاي منين ورايح فين وسريع جدا وعنده رؤيه للمرمى بشكل ان هو بيحب يجيب جول يعني مش كل اللعيبه اللي بتقدر تعمل التحركات وتخترق يعني انا بحس ان محمد محمود ده بيلعب هاند بول مش بيلعب كره قدم تخيل ليه جاي على البوكس اللي هو خط ال 18 وعامل سماتش برجله براسه باي تحركاته ما تقدرش يمسكه فالعين بقى انا مش عايز اقول لك يعني العين جباره يعني فانا على كل اقوله له يا محمد ربنا يرجعك بالسلامه انا في سنه من السنين في عز مجدي اتقلبت بعربيتي وحصل لي حادثه وقالوا انا مش هلعب كره تاني انما لعبت ورجعت تاني ومش هقول احسن من الاول بس كنت كويس قوي وخدت بتاع خمس ست بطولات مع النادي الاهلي كمان كان مني يعني بعد ما قالوا خلاص مش هيلعب تاني رجع خد خمس منهم بطولتين افريقيا يعني ما شاء الله فالحمد لله ربنا يعني يرجعك بالسلامه وهي بتبقى اراده وانا شفتك في صوره بتضحك يمكن بتضحك لينا وبتطمنا وانت من جوه قلبك فيه حزن عارفين انما خلي الحزن ده اكبر عائد ليك انك انت تبقى عندك جلد وعندك صبر وعندك ايمان بالله انك باذن الله هترجع تكون اللي مستنيه يعني ربنا حاططه لك في طريقك باذن الله يكون احسن من اي حاجه انت كنت بتتخيلها. ماتش غانا هل حضرتك جمعت فكره عن المباراه اللي جايه شكلها هيبقى عامل ازاي؟ هل المنتخب الغاني بعد التعادل اللي كان يعني نجا بيه بعد الهدف الاول لمنتخب الكاميرون انه يخرج من المباراه بعد ما كان يخرج بدون نقاط خرج بنقطه واحده، هل حضرتك شايف ان منتخب غانا النقطه دي هتصعب من المباراه يوم الاثنين ولا هتهدي الموضوع شويه ولا منتخب مصر وكابتن شوقي مش بيبصوا ابدا على اي حسابات للمنتخبات الاخرى هو عينه على الثلاث نقاط فقط؟ الله عليك يا عمر، انت قلت كلمه حلوه قوي. منتخب مصر ملوش دعوه باي حاجه. بيبص على ادائه، بيبص على هدفه، يكسب المباراه دي باي شكل. الاستاد كله يبقى مليان لان هي دي المباراه اللي هتودينا، مش هتلاقي فرقه جابت ست نقاط في صح في البطوله كلها في البطوله كلها غير كوت ديفوار مثلا ومصر. يعني احنا بنتكلم في اول المجموعه في اول مجموعه انت هتاخد الست نقاط دي والماتش الثالث بقى المتأهلين. الماتش الثالث هيبقى فرصه بالنسبه لك لفياوي غريب والجهاز الفني بتاعه انه يؤسس صح ازاي نوصل للحصول على البطوله ويبقى اتفرج كمان انت في حاله تصاعديه يعني بتتفرج على كل حاجه اداء بتشوف المجموعتين ما بتشوفش مجموعه واحده هم دول اللي هيشاركوك ان شاء الله
في الاول الثالث يعني. فانت قلت جمله جميله جدا، ازاي اللعيبه تبقى نازله ما بتفكرش غير في المكسب، ما بتفكرش غير في ادائها هي، ما بتفكرش غير في ازاي هتصنع هجمه ويحصل تدعيمات للصفوف. يعني ما زلنا النهارده الحكايه يعني بتعصي شويه شوقي غريب، ان هو الشكل الفني اللي انت بتدور عليه مش لاقيه. ليه؟ لان بيقع له 2-3 لعيبه بيبوظوا له الميكانيزم اللي هو مثلا داخل يلعب بيه. فاحنا بنتمنى ان الماتش اللي جاي ده يخلص بدري بدري برضو من اول هاف تايم، عشان اللعيبه يبقى عندها ثقه وتنقل الكوره. وبتمنى من اللعيبه يعني ان هم ما تستعجلوش الهجمه، ما تستعجلوش الفينش، يعني شوفوا بعض. بشوف لعيبه كتير قوي لو يعمل الكوره عمر للراجل اللي جاي من ورا يروح هو الجول هيبقى، ما تشوطهاش يعني، مش لازم تشوطها يعني وتاخد السبق انك انت اللي انت عايز تجيب جول. لا، شوفوا بعض والعبوا بهدوء، انقلوا كوره سريعه جدا. كل ما بننقل الكوره النادي الاهلي كان بيجيب جول السنه دي بعد 34 نقله او لمسه. واحسن الجوان اللي جت من الفرق كلها النهارده بعد النقل الكتير والزيادات العدديه بتحصل. فالباكات بتاعتنا اليمين والشمال اطلعوا هجموا وساندوا، وما تعملش الاوفر وخلاص، اعمل الاوفر اللي انت شايفه للناس اللي جايه من الخلف. فكل الكلام ده اللي احنا بنقوله اللي هي التمنيات، اللي هي الخبرات اللي احنا بنشوفها، احنا قاعدين على الكراسي وانتوا في المعركه. صح. بس دايما المعركه بعد 5 دقائق بتبقى انت صاحب القرار والمتعه لنفسك حتى. يعني انا بقول لعيبه مصر انزلوا اتمتعوا، طلعوا الكره اللي عندكم، انتوا ما حدش اختاركم الا لما انتوا. بشوف انا صلاح محسن ده بياخد الكره على صدره في اياكس ويروح لففها، ابص الاقيها في الجول هناك في المقص. يعني انزل اعمل كده في الماتش ضد غانا، اعمل يعني في حاجات علامات في اللعيبه جوه. ماتش اياكس والاهلي عشان بس ما حدش يتوه مننا، بنتكلم على صلاح محسن. في حضرتك بتتكلم على صلاح محسن في ماتش اياكس اللي كنا في بس اعتزال. صح انت بتراجع لا انا براجع. لا بقول لك في اداء معين للاعيب ده مميز. جاب جول في اياكس. عشان كده احنا هو الراجل ده في بورة الضوء ومختارين، عشان كده كان اول من اغلى اللعيبه اللي كانت موجوده في مصر. صح. لما تشوفه في الدوري قبل كده بيشوط من اي حته وبيصلح لنفسه. صح. انما لما بيجي في النادي الاهلي ما هو في بقى 50 صلاح محسن. ها؟ صح. لازم يحارب بقى ويدي فيطلع صلاح محسن في المنتخب بتاع شوقي ومنتخب حسام بدر. الراجل عليه العين والرؤيه والرهانات كلها. فخلي اللعيبه تلعب، فكوا نفسكم، خلاص ما عندكوش فرصه ثانيه او لغه ثانيه غير ان انتوا تتفرجوا كويس قوي، واليومين الثلاثه اللي قبل الماتش ده نعيش ونركز ونكسب. وانس انك كسبت خلاص انت هتلاقي بتطلع كوره انت بتحلم بيها. هو يعني ده كابتن هدف اللي حضرتك بتتكلم عليه. بص الجون عامل ازاي من على 18. يعني بيلعب مع هو كان ب 42 مليون. ها الراجل اللي هو خد منه كرة بصدره ده يساوي بتاع 300 مليون جنيه مصري ولا 400 مليون جنيه مصري واقف جنبه. فاللاعب المصري عنده امكانيات، كل ما بيثق في نفسه بتدي له التدعيمات، ها تلاقي عنده ذخيره من الاداء. يعني مش هقول لك اتفضل بص هدف تحفه. بص وبعدين انا طبعا يعني انا سايب كل ولا احسن ولا احسن بيفكرني بسامويل ايتو، كان على طول تك ويروح مترجم. لو كان اتاخر ثانيه كان المدافع هيحط رجليه. الفكر هو جاي له يا عم. طبعا حسام غالي كابتنه، وادي حسام غالي كمان بيعمل لكم. بص التكوف، بص التكوف. طيب ده بطل ليه كمان؟ طيب. انا مش عارف. هل يا كابتن شريف حضرتك كونت رؤيه عن مجموعه منتخب مصر؟ هل شايف ان هي مجموعه بنفس الاسامي اللي موجوده فيها مالي، غانا، الكاميرون؟ اسامي اكيد قويه، لكن هل الاسامي على مسمى اللعيبه اللي موجود، ولا مجموعه عاديه جدا جدا بعد الكلام والصخب الكبير والتهويل وكل الكلام اللي احنا قريناه وسمعناه وشفناه ده؟ هل مجموعه فعلا قويه ولا مجموعه عاديه؟ لا قويه جدا، قويه جدا، المجموعتين قويين جدا. طب هل انهي مجموعه شكل خادع؟ خد بالك شكل خادع. طب انهي مجموعه اقوى كابتن، مجموعه منتخب مصر ولا المجموعه الثانيه اللي فيها نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا؟ بعد ما انا كسبت اول مباراه دي المجموعه الثانيه هي اقوى. اقوى صح؟ بيني وبينك يعني هناك في زامبيا دي هتتفرج ما اعرفش عامله ايه مع جنوب افريقيا دلوقتي. دول من دي من الفرق اللي مش سهله يعني. 0-0 دي 57 الشوط الثاني بقى هنشوف يعني. وجنوب افريقيا لعب معانا تراي ماتش هنا الحقيقه، نقلوا كوره سريعه مبهره الحقيقه يعني. وكانوا بيتمنوا ان هم يكونوا مع مصر ان شاء الله في النهائيات يعني. فانا شايف المجموعه الثانيه مجموعه قويه جدا. شايف ان انت مصر بالنسبه لك دلوقتي من تعادلين او من مكسب اول مباراه الجايه اللي هي بتاعه غانا يخليك يعني قاعد مستني بفارغ الصبر
الدور اللي بعده. كان في لعيب في نيجيريا حضرتك كنت سالت عليه برضه، انو باكري المهاجم، محمد لا بريت انو باكري، لا ده مهاجم نيجيريا بيلعب في ولفرهامبتون الانجليزي. في لعيب اسمه اوتاري كمان موجود معاهم بتهيألي. بس ده بيلعب في ولفرهامبتون الانجليزي. فتخيل حضرتك لاعب في منتخب اولمبي اكيد لما يكون محترف في اقوى الانديه واقوى الدوريات الموجوده في العالم اعتقد بتفرق معاه في الملعب وبتفرق مع منتخب نيجيريا. بس مش مفاجاه ان منتخب نيجيريا يخسر من كوت ديفوار، ولا حضرتك نتيجه بالنسبه لك عاديه؟ بص هو اسلوب اللعب اللي كانوا مع بعض يمكن كوت ديفوار كان عنده استحواذ اكتر من نيجيريا. نيجيريا كانت معتمده على حاجتين، اللونج باس اللي انا كنت بكلمك عنه اللي هو ما ينفعش في الكره الحديثه دلوقتي انك انت على طول بتعمل كرات عاليه على الطريق الشكل الانجليزي. يمكن المهاجم اللي انت بتكلمني عنه ده متعود على الشكل ده في الدوري الانجليزي، فكان وعندهم حاجه تانية نيجيريا ان هم عندهم فكر التصويب، فكان في اول هاف تايم بيصوبوا كتير جدا على الجول من اي حته، فعايزين يكتسبوا المباراه او يخشوا جوه المباراه او يسرعوا المباراه عن طريق تصويبه. فبقت اللغه دلوقتي يا عمر ان الضربات الثابته بقى ليها سعر كبير جدا. شفنا كاميرون جاب الجون شكله عامل ده عالمي عالمي يا كابتن، ده بتنشف بالايد، محصول بالايد، حاجه ما ينفعش حتى لو جون واقف تحتيها مش عارف يطلعها يعني. الفكر بتاع الضربه الركنيه بقى في ضربات ركنيه بتتلعب بشكل عالمي دلوقتي، بيخلص مباراه تلاقي كل الدوريات الانجليزيه والدوريات الكورنر دلوقتي بقى عامل زي الضربات الثابته اللي هي زي ضربات الجزاء اللي على خط 18، ما بقاش كورنر، صح، بقت حكايه ثانيه خالص وتحركات ثانيه خالص بالنسبه للمدربين اللي هم بيستغلوا قوه اللعيبه اللي عندهم او مهارات اللعيبه اللي عندهم. فالكره كلها بتتغير، الدنيا كلها بتطلع للاحسن. انما يعني هرجع لمنتخبنا احنا، يعني ربنا يوفقهم ان شاء الله، لان قدامهم زي ما انت بتشوف بتقول لي مهاجم ساوثهامبتون ومهاجم الراجل بيلعب في جينوا ولا في ايطاليا فعشان كده بقول لك قد ايه اللاعب المصري لعيب محترف، لعيب عنده من الكوره العاليه، كل اللي محتاجه ان اللعيبه تقرب من بعض، وزي ما هم عندهم الجلد والثبات ده وبيبصوا لبعض وبيشوفوا بعض خلاص ما عندهمش مشكله في اي حاجه، لان بشوف اللاعب المصري يقدر يرقص اي حد، صح، يقدر يعدي من اي حد، صح، لو عنده الثقه ويكمل ويلعب كورته هتلاقي نفسك انت حتى وانت بتتفرج مبسوط، مبسوط صح ومستمتع، هتنبسط بيه طبعًا. وهتلاقيه بينقل الكره من خط لخط، ومفيش كره في العالم من غير ترقيص ومن غير سرعه. عمار حمدي تاني كره من باك رايت لغايه جوه فيها شبهه ضربه جزاء، صح، انا بتكلم يعني بعد ما بتتفرج بنبقى بتشوف احساس حتى الناس وهي قاعده جنبك، بقول والله الفرقه عامله مجهود، الولاد كويسين، الله ده بس يركزوا بقى، ابتدوا يتفاعلوا مع الناس، ركزوا في الفينش، ركزوا يعني. عشان كده انا بقول لك ان شاء الله بضمن الماتش الجاي الاستاد كله باذن الله يبقى مليان، ويسهلوا لهم حكايه التذاكر دي يا عمر، صح ان شاء الله، حكايه تذكرتي دي تبقى سهل على الناس، لان الناس برضو الفان اي دي والحاجات دي. كابتن شريف بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، الوقت جري بسرعه جدا جدا، ما حسيناش لكن طبعا يا كابتن شريف بستمتع من قيمه حضرتك وكلامك وتحليلك يا كابتن. كل التوفيق يا عمر، بشكرك وكل التوفيق لمنتخبات مصر الكبيره والصغيره ان شاء الله. ربنا يخليك. طبعا وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الاولى مع واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن شريف عبد المنعم، هنروح للفقره الحواريه الثانيه ولكن بعد فاصل مع واحد من نجوم مصر ونجوم نادي التسنه الكابتن شاكر عبد الفتاح، خليكم معنا.